أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري لبنان اليوم. هل اقتربنا من نهاية الحرب على غزة؟ هل ستنجح المفاوضات السياسية في وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع؟ أم أن إشاعة الأجواء الإيجابية حيال المفاوضات هدفها الضغط على المقاومة الفلسطينية وبيئتها الحاضنة؟ أما في لبنان فإن الورقة الفرنسية تنتظر ردا من حزب الله الذي سبق وأعلن أنه لن يقبل بين في فصل جبهة الجنوب عن جبهة غزة. فما أسباب وأهداف هذه المبادرة الفرنسية وهل ستنجح؟ وفي لبنان أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية يرافقها الرئيس القبرصي للبحث في أزمة الهجرة غير الشرعية. فإذا كان بضعة آلاف من المهاجرين قد أحدثوا مشكلة لقبرص، فكيف حال لبنان الذي يستقبل ملايين النازحين؟ مشاهدينا الكرام، التطورات في لبنان، في غزة، في المنطقة يسرنا أن نحللها ونناقشها مع ضيفنا الكاتب السياسي والصحفي خليل نصر الله. أستاذ خليل، أهلا وسهلا فيك على شاشة تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. أستاذ خليل، البداية من غزة، من المفاوضات السياسية، البعض يشيع أجواء إيجابية عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار. هل تعتقد أننا نقترب من نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أم أن المعركة ستطول لأشهر إضافية؟ أجدد التحية لك. أهلا وسهلا. ولتلفزيون لبنان بطبيعة الحال. إذا أخذنا واقع المنطقة قبل ما نحكي عن خاصية قطاع غزة، في مشكلة عند الإسرائيليين وعند الأمريكيين تفاقمت خلال هذه الحرب، وبعد الرد الإيراني تفاقمت أكثر. اسم الردع، اسمها وحدة الساحات، لأنه أنا بيجي لبنان لك الجزء الأساسي أين هي النقطة الأساسية بالنسبة للأمريكيين. عندهم مشكلة أنه هم لم يحققوا أيضا أهداف في قطاع غزة، وترابط الساحات شكل عامل ضغط كبير جدا. هم حاولوا التقليل من شأنه كلاميا، لكن واقعيا كانوا يحاكونه. عندهم مشكلة على الأمريكيين أكبر على صعيد الردع، وبالتالي الإسرائيلي بالمرحلة الماضية مع الأمريكي، لكن بالدرجة الأولى الإسرائيلي بما يتعلق بقطاع غزة، كان أمام نقطتين. نعم. لا هو قادر على إكمال الحرب ولا هو قادر على وقف الحرب. يعني في مشكلة، مأزق كبير جدا، هذا بغض النظر عن الحسابات السياسية الداخلية. الأجواء الإيجابية اللي نحكى عنها بالمراحل الماضية كانت تصدر من الأمريكيين. اليوم مش كتير الأمريكيين عم بيحكوا بإيجابية، عم بيقولوا أنه في ورقة موضوعة لكن هي قابلة للنقاش. هلأ بنحكي بالمعطى الجديد. بالأيام الاثنين الماضيين، امبارح وأول امبارح، كانت تتبدل الأمور لأنه في مفاوضات قوية جدا في الكيان الإسرائيلي. ما في أجواء بمعنى الإيجابية اللي كانوا هم يتحدثون عنها. لما كانوا يتحدثوا عن إيجابية كانوا يعتقدون أنه الإيجابية لأنه في نقاط بالسياسة يريدون تحقيقها ويعتبرون أنه قد تقبل بها حماس. اليوم حماس لم تقبل بهذه المسألة، ومزيد من أوراق القوة بيدها، لذلك نرى الوجوه في الكيان الإسرائيلي صفراء وشاحبة. وبعض التصريحات اللي صدرت اليوم تحديدا، في نقطتين جوهريتين أنا هول اللي بدي ارتكز عليهم. فضل. إذاعة الإسرائيلية، نعم، تنقل عن مصدر مسؤول سمته يقول أنه قد للدفع باتجاه الصفقة ننسحب من محور نتزريم، يعني اللي يخلي الوسط، هو كان يرفض هذه المسألة، يعني راحت الرقابة وكل عم ينحكى خلص، صار الغزين بيقدروا يطلعوا وينزلوا، وشرط أنه مسلح وغير مسلح يسقط، وهذا أمر صعب ولكن سيكون ثمن الصفقة. حماس مصر عليه، وتركيز الضربات فيه في الأيام القليلة الماضية بهذا الشكل كان مرتبط بالتفاوض. أنا أشرت إليها في أكثر من مناسبة، وحتى على خصصت لها يعني مساحة صغيرة، أعطيت أنه هذا النقطة هذه ليست مسألة عابرة، كانت هذه مرتبطة بالتفاوض اللي يجري. كثفوا الضربات في هذه المنطقة لأنه الطريق اللي فتح من غلاف غزة البحر هي في هذه المنطقة. نعم. هم استهدفوا، كانوا بالمرحلة الماضية نتيجة عبارات ميدانية، لكن الآن ظرفوا قالوا لهم هذه القدرة. إذن هذه النقطة الأولى تحدث بها المسؤول الإسرائيلي سربا. النقطة الثانية أيضا الإعلام الإسرائيلي نقل عن أنه يبدو المؤسسة الأمنية، ولما نحكي المؤسسة الأمنية الجميع بدأوا يفكرون ببدائل لعمليات رفح، وهي أيضا نقطة ثانية. طيب هو شو بيخدنا لوين مع الجو؟ أنا بدي لك العام بيخدنا لمسألتين، يا أما نحن أمام اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاق نهائي بالشكل، تحكى كثير من الأمور
لكن تحت الطاولة قليلا تكون الأمور الحقيقية. صحيح. إذا ما نعطي مثل على هذه المسألة، عام 2006 17/01 مثلا، تموضع المقاومة في جنوب الليطاني، لا وجود السلاح بالنص، بس لما الفرنسيين يريدون إرسال قواتهم شو عملوا؟ أخذوا ضمانات من المقاومة. يعني واضح انه مكان ما في تسليم بامر انه حزب الله بالنص الحرفي لا يمكن اقتلاعه. حزب الله جزء من النسيج الجنوبي واللبناني وتحديدا الجنوبي، وبالتالي هؤلاء ابناء القرى. اذا كل هذه المسائل. الاحتمال الثاني انه قد نكون، لانه الاسرائيلي يناور كثيرا، عندنا اللي بيفهموا بيعرف انه احيانا يناور، قد نكون امام لا، هم يحاولون انتزاع لا كبيره من حماس، حتى الان لم تعطي لا، هي حتى لم ترد بشكل رسمي، لم تعطي لا. شوف، ما في رد بالورقة. لما يتم الرد بالورقة بينهما في اتصال مفتوح طوال الوقت مع الوسيط، والوسيط يتحدث مع الإسرائيليين لاستيضاح بعض المصطلحات اللي واردة بالخط. يعني أنا شفت النقاط، يبدو في مخارج للطرفين، للإسرائيلي وللمقاومة. أنا عم بحكي على كيف تخريج المسألة. النقطة الثانية، لا، الإسرائيلي يناور ويحضر لشيء ما في رفح، ربما تكون هذه المسألة. النقطة الثانية، إذا كانت هذه المسألة سيكون لها حسابات كما الأولى. الأولى إذا صار في وقف إطلاق نار، وقد يكون هذا الأمر أقرب من مسألة المناورة ورفح، هذا تنعكس على كل المنطقة ولبنان تلقائيا. النقطة الثانية أنه لا، كمان إذا صار في مناورة والدخول بعملية برية برفح، لو تفاهموا مع كل العالم وهي لن تغير بالوقائع للأهداف، هذا أيضا سيكون له حساباته في المنطقة وسيكون هناك إسلام. هل حماس هي في موقع قوة يسمح لها بفرض شروطها بعد أشهر عديدة من القتال؟ خصوما يقولون بأن حماس لا تملك هذه الطرف، يعني عليها أن تتواضع بمطالبها. كيف ترد على هذا الأمر؟ أولا، حماس حركة مقاومة، وحركات المقاومة تقدم تضحيات دائما. هم عملوا على عملية إنهاء الحياة في قطاع غزة، ضرب المرافق الصحية، المخابز، كل هذه المسائل، وهذا الأمر لم ينجحوا فيه في لي ذراع المقاومة. المقاومة كانت دائما تتصلب أكثر فأكثر. بالمراحل الماضية، الثلاثة أشهر الماضية، عملوا على سياسة التجويع لشمال قطاع غزة، وأيضا هذه نتيجة حتى الأخطاء اللي ارتكبها الإسرائيليون. هم نفذوا مشروع بشكل خاطئ، يعني عملية التجويع، القتل اللي صار بدوار الكويت وبأماكن أخرى، أيضا هذا كان عاملا غير مساعدا لهم. لكن أيضا حتى هذه السياسة لم تلين من موقف المقاومة، بل ازدادت صلابة. ذهبوا إلى اغتيال أبناء هنية، وكانت أمر مقصود للضغط عليه وعلى كأذن. الأمر أيضا لم ينجح، قال أن تزداد الأمور. طيب، هذه بما يتعلق. اثنين، الواقع الميداني ليس كما يشيع الإسرائيليون. يعني حتى اليوم مثلا أحيانا تسمع ما في معارك، لأنه الإسرائيلي أصلا من لم يعد متواجدا داخل المدن والمناطق، هو في الأطراف وفي محور نتزريم، يا وادي غزة، هذه المنطقة اللي كانت مستعمرة في السابق، سحبوا منها عام 2005 وفككوها. ونذكر ذلك المشهد، كيف المستوطنين ناموا في الأرض ولا يريدون الذهاب، لكن كان قرار الانسحاب اتخذته حكومة شارون في ذلك الوقت. بالتالي فيما يتعلق بالواقع الميداني والواقع العسكري، الإسرائيلي وفق معطياته وفق تجربته ما يراه، هو يعبر عنه في بعض القنوات. لما يقول لك الأمور تحتاج لوقت طويل لتفكيك منظومة حماس العسكرية، بعضهم تحدث عن سنوات. طيب، هذا واقع. شو السيد بتبدأ تذبح حرب قادر على البقاء بحرب لسنوات؟ هذا أمر غير واقع. يعني المسألة الثانية، هذا غزة، طيب الواقع تمام، مستعدون للاشتباك والمواجهة، يرون هناك مسؤولية أكبر. هم خلال 6 أشهر الإسرائيلي لم يحقق أهدافه، وهذه بحد ذاتها ضربة للإسرائيليين. طيب، هذه أول ورقة قوة، هذه وليست ورقة ضعف، لأنه الجانب الإنساني لم ينجحوا فيه. النقطة الثانية، أنهم حتى يمكن خلقوا مشكلة لحماس المستقبل، أن تبقى حكومة حماس عندها مشكلة، لكن الآن بالتفاهم في حكي عن سنوات بإعادة أعمار، وهذه يتم تخطيها. طيب، النقطة الثانية، جبهات الإسناد. جبهة لبنان عامل مؤثر جدا 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 جدا، وهذه الجبهة اللي كانت مظلومة إعلاميا، اليوم شفنا بالأيام الماضية عادت وهج الإعلام العربي والعالم يتحدث عن هذه الجبهة وأبعادها وما الذي يجري فيها، وهي عامل ضاغط مهم جدا، وليس فقط في عملية أنه خفف الضغط عن غزة، أنا أصر خفف الضغط وغير كثيرا من التكتيكات والتعامل الإسرائيلي هناك، وغاد عن المأزق اللي عمله الإسرائيلي بالشمال. طيب، هذه ورقة قوة بإيد من؟ مقاومة. حسب السيد حسن، المقاومة الفلسطينية. نعم. منروح لليمن، كذلك الأمر في اليمن، كل ما يجري هناك على نية السيد عبد الملك الحوثي هو بتصرف المقاومة الفلسطينية. هول الجبهات طبعا ما قامت بها أيضا المقاومة العراقية،
وفي النقطة الرابعة وهي المهمة جدا هو الرد الإيراني. أراح قوى المقاومة كثيرا، يعني بتحكي أنت عن إيران بمحور المقاومة، إيران الممول، هي ضربت مباشرة. الإسرائيليون لم بلعوا الرد، هلا ما قاموا به بالداخل كانت يعني صاير أكثر منا وأكبر، لكن هذا أصلا للإسرائيليين أمر معيب أن يكون ردهم بهذا الشكل، ويتغنون بالإعلام الأمريكي روج رد وضربة. رح نحكي برد الإيراني أستاذ خليل، لا بس لأقول لك هذه ورقة قوة بيد المقاومة. إذن اليوم المفاوض الفلسطيني يجلس على الطاولة ويفاوض، شوفي بإيده كل هذه المسائل هي بيد. إذن أوراق القوة ليست فقط محصورة في قطاع غزة، نحن أمام محدث ساحات في طليعة الاشتباك الآن هي قطاع غزة. لكن فشل المفاوضات يعني حكما معركة في رفح، سيشن العدو الإسرائيلي هذه المعركة في رفح، وهل ستغير من واقع الميدان إذا ما اقتحم أو دخل إلى رفح الحدودية أستاذ خليل؟ منذ ثلاثة أسابيع تتحدث، بعتقد أنا نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إسرائيليين رغم كل ما فعلوا بشمال قطاع غزة تتحدث عن حماس فقط، لازال هناك 6000 مقاتل فلسطيني. طيب لما عمل عملية الزيتون، بس أنا بدي أعطيك هون نماذج تفاصيل بس مهمين جدا، عملية حي الزيتون وردت معلومة للإسرائيليين عن إعادة تصنيع في هذه المنطقة، هو دخل ولم يتمكن من الوصول إلى شيء، وعندما دفع أثمانا وقتل وجرحى وتدمير آليات عاد وانسحب. إذن هذا هو واقع المقام. طيب ما هذه بهاي المنطقة اللي دخل فيها مرة واثنين وثلاثة وثلاث مرات إلى مستشفى الشفاء وشفنا ما حصل، ارتكب مجازر ولكن لم يتمكن من تغيير الواقع، والمقاومة لازالت تقاتل. بالأيام القليلة الماضية المقاومة كانت تقاتل على بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة، تحدث عن معبر إيرتس هي منها عبرت السيارات ودخلت إلى سديروت، من أول المناطق التي دخل صحيح. العدو صحيح. ودخلت إلى سديروت، ولم يدخل على فكرة إلى قلب بيت حانون والأطراف من أول الحرب إلى الآن، لم يدخل إلى قلب جباليا، لم يدخل إلى قلب بيت لاهيا تحديدا وبيت حانون لأنه حدوديتين، بيعرف الدخول مكلف، هو كان عنده أهداف وتكتيكات ميدانية ويبدو أنه عنده أشياء غير مكلفة. خلي أنت مطلع على ميدان الفلسطيني لكن ملاحظ أنه العدو، لا أنا لو وصل لك لموضوع رفح. نعم. طيب إذا فات على رفح صحيح. بخان يونس، ما هو بدي لك دخل على خان يونس وخرج منها، يدخل إلى الشجاعية ويخرج منها، لماذا لا يثبت العدو الإسرائيلي؟ ما هي المشكلة أنه ليس هناك قدرة للتثبيت. نعم. المقاومة بالخطة الدفاعية إجبارها تستبدل العدو حتى لو لم يكن ستقاتله في الحواري والمدن مشيك. طيب بخان يونس ب 13 أبريل الماضي تقدير للجيش الإسرائيلي أنه خلال أيام قليلة تنتهي العمليات في خان يونس وتدخل قوات مهام خاصة عندها هدفين. شو هن الهدفين؟ هدف الأول البحث عن المخطوفين، اثنان تدمير الأنفاق. بقيت المعارك في خان يونس إلى الأسبوع الماضي عند ما حصل كمين الزنة. كمين الزنة كان فاصلا أن تخرج المقاومة من عند نقطة حدودية في منطقة الزنة وتنفذ كمينا من هذا النوع ويعترف العدو بخسائر كبيرة جدا، إذن هو فشل في خان يونس، فر من خان يونس. خان يونس كانت مقبرة أكثر مما حصل في مناطق غزة، والمقاومة لازالت حتى لأنه يتحدث أنه حاضرة وإذا احتجنا للعودة سنعود. هو بقي في منطقة بين السهيلة بالأمس كان يوصل المياه، ما أصلا هو قطع المياه هناك يوصله ويقدمها كحالة إنسانية. هذه منطقة بعيد. عند بعيدة عند الحدود، يعني قريبة من الحدود لكن ليست منطقة كثافة يعني. بالتالي هذا المشهد بقضب الشمال وهذا المشهد في خان يونس، وفي محافظة الوسطى لم يدخل بعد إلى المخيمات، لم يتمكن من الدخول إليها، وعندما تقدم باتجاه المغازي حصل الكمين الشهير اللي اعترف هو ب 23 قتيلا عدا عن عشرات الجرحى، والعدد أكبر من ذلك على أي حال. طيب إذا ذهب إلى رفح شو ماذا سيتغير في رفح؟ طيب المقاومة 6 أشهر أكيد فهمت الميدان وتغييرات وتكتيكات وكيف سيتصرف الإسرائيلي، إذن هي حضرت له بما هو أكبر. بالتالي الذهاب إلى عملية رفع قد ترضي بنيامين نتنياهو وبن جفير وبني جنتس لكن كلفتها عالية جدا. بدأوا الآن يتحدثون عن 1300 قتيل هم يعترف هؤلاء من الجنود سقطوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن غير المستوطنين. هذا الرقم غير حقيقي طبعا، الرقم أكبر بكثير. هم يحتاجون إلى تسرب عن 1300 بعد الصح. هم يعترفون بأنه يريدون تجنيد 14,000 للحاجة والضرورة، 7,000 ضابط و 7,000 جندي من رتب معينة. طبعا الضباط هني عندهم لما بيقولوا حتى الرتباء يعتبرون ضمن الضباط، يريدون هؤلاء حاجة الجيش يريدهم. طيب هذا لماذا يريد هؤلاء؟ لأنه هو عنده خسائر كبيرة جدا حتى في جنوب على جبهة الشمالية.
يعني أنا عندي بعض المعطيات اللي تتحدث عن عدد القتلى اللي هو فاق حتى خلال الأيام الماضية ارتفع كثيرا، فاق 206 يعني قطع 60 وشوي، 260 وشوي قتيل إسرائيل على حدود مع لبنان. هؤلاء موثقون، فعندك مطار يمكن ما وثقت. هنحكي عن الجبهة اللبنانية، لكن إذن العدد بحوالي 20 نوع. هو في يعترف اللي بده إياه، ما في مشكلة، يعني في يعترف ما يريد. طبعا أنا مستعد. شوف، ما هو حسب من الذي يقتل. ما عندك البدو، من البدو عندك، من الطائفة الدرزية بسمون هن العرب الدروز، هؤلاء في الكتيبة بعتقد 677 أو شيء، 70% من هؤلاء يرابطون قرب عرب العرامشي. بالجولان هناك كتائب كبيرة جدا، في مزارع شبع أيضا هؤلاء يعملون على الحدود، ومجموعات قصصي الأثر لهؤلاء مجبرون على أن يكونوا بنقاط قريبة. يعني المقاومة عندما عرضت عملية الوزاني، الجنديان طارا حلقا وقتلا ولم يعترف الإسرائيلي بأي قتيل، وسقط ووضع أمام الكاميرا، لأنه هؤلاء من قصصي الأثر. تمام، هم خسائر له كبير، لأن هؤلاء تعويضهم صعب. هؤلاء رغم كل التكنولوجيا لا يستغني عن هذه المجموعة اللي تعمل على الحدود المصرية، تعمل في غزة أيضا في بعض الألوية، تعمل في الضفة الغربية، تعمل على الحدود مع الأردن، تعمل على الحدود مع لبنان. بالتالي هؤلاء خسائر له، لكن هو في بعد إعلامي يخفف سواء بغزة أو في جبهة لبنان، وفي شيء له علاقة بالجمهور. أحياء مثلا نشوف عندما حصلت مسألة الرد الإيراني، يقول أحد المسؤولين الإسرائيليين لو سمع الإسرائيليون النقاش اللي حصل والمعطيات الموجودة في المجلس الكابنة لكان فر معظمهم، لأنه يعرفوا أنه الضربة نجحت، كان التقييم الأول، بيعرفوا أنه التبعات إن أي تصعيد أكبر سيؤدي إلى تصعيد كبير جدا. فبالتالي الواقع اللي له علاقة بمتغير ميداني والمراهن عليه اللي صرفه بالسياسة صعب. إسرائيل عندها الكثير من المآزق اللي تعتم عليها، عنده مشكلة كبيرة بارتفاع الأسعار، عنده مشكلة هلأ بالعقارات، عنده مشكلة بارتفاع حتى أسعار السيارات، لأنه لا تصل السفن اللي تحمل السيارات إلى موانئ فلسطين المحتلة، منعها اليابانيون، وحتى الخط البديل هو المحيط الهندي أيضا بدأت استهدافه. وشفنا بالأمس عرض لأول مرة تقنية طائرة مسيرة انتحارية تحمل تقنية التصوير، هذه رسالة كبيرة جدا لا تقتصر على اليمن إلا على كامل المحور، لأنه العلاقة بأنه الأمريكا أيضا يكذب هناك ويخفي الخسائر. بالتالي مسألة إخفاء الخسائر إلى هذه الأبعاد. الحديث عن الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يزور المنطقة، هي زيارة السابعة منذ أحداث 7 تشرين. هل اختلف الموقف الأمريكي من الآن عن السابق، وماذا يريد الأمريكي حاليا؟ الأمريكيون جربوا الترغيب، جربوا الترهيب مع قوى المقاومة في المنطقة، كله كان لم ينفع. عندما أيضا جربوا مع إيران لم ينفع بالموضوع الرد، لأنه كانوا سيتعرضون لضربة وكانت محضرة. يعني المسألة ليست هم بالأيام الأخيرة تأكدوا، لا، الإيرانيين سيردون داخل فلسطين، حتى ترجوهم أنه يصير في رد خارج فلسطين أو ردوا عبر وكلائكم، هيك قيل لهم. طبعا الإيرانيون كان يقولون لهم سننتظروا الرد وشاهدوه، يعني لهذه الدرجة. بالتالي ليش أنا عم بحسب بعد الرد الإيراني؟ لأنه مفصل مهم جدا وله آثاره، كان أشار لها السيد حسن نصر الله، سيكون له آثاره المهمة جدا. اليوم بالتفاوض شوف اللي عم بحق، لو كانوا هم حققوا شيء ما بالميدان لما لجأوا إلى الضغوط القصوى على حماس، حتى الوسطاء يضغطون على حماس، وحماس صلابة كبيرة جدا بالموقف. المتغير ان حصل سيكون انه هم سلموا بالامر الواقع. علما بلينكن نفسه يعترف، عندما هو فكره هو من عربي خلال مرحله الهدنه الماضيه، هو من عربي ان ناتي بقوات عربيه وان ناتي او نقوم بترتيبات امنيه لعدم تكرار 7 اكتوبر، كان يعترف بهذه المساله بالتسليم بانه حماس لن يتم اقتلاعها من غزه، واخيرا تحدثوا الاسرائيليون صراحه بهذه المساله، انه اي انهاء حماس، تركيب سلطه بديله، حتى عندما حاول تركيب سلطه عبر هذا الشيخ تبع محمود عباس هو اللي بيشتغل مع الاسرائيليين، تم احباطه وضربه بقسوه بقطاع غزه، وخرج وتقصدت حماس تخريج الموضوع الاعلامي، تبين قديش هي ما زالت تمسك بالارض، وانه حتى امنيا، مش بس انه هم عرفوهم، عرفوا من هم وكيف تم ادخالهم وهذه المساله. اذا بالوقائع هم يسلمون بهذا الامر. طيب اذا الامريكي اتى الى المنطقه الان وفي متغير معين، انا شخصيا يعني ومن خلال متابعه وقائع، انه بعض الامريكي يتحدث باللغه الماضيه، هو لا يتحدث عن وقف الحرب، وانا اتفهم نقطه مهمه جدا، انه ليك بس تدخل الهدنه الحرب وقفت،
هو السؤال، ولكن هم لن يسلموا بهذا يعني لن يتحدثوا به بأمر واقع، تحت الطاولة سيوقفون. بس شو هدنة 40 يوم وترجع للحرب؟ هول 40 يوم بتعرف شو تعمل فيهم قوى المقاومة هون تحديدا بغزة؟ ما هو البعض يتخوف من أنه يحصل تبادل للأسرى ثم تعود إسرائيل للهجوم، هل هذا الأمر وشو وارد؟ وشو بده يصرف والخسائر؟ هو بس عم يحسب هو على الأسرى، ما هو هؤلاء عائلات الأسرى ما كان نتنياهو أي معركة اللي يحصل، بل لم يحصل بالشمال سيحصل في رفح. شوف نتنياهو عائلات الأسرى ما كان يستقبلهم، كانوا يصعبوهم من قدام، ما كان يستقبلهم، مؤخرا صار يستقبلهم بشكل مقطر، كان يقولون نحن عندهم هدف أكبر من هيك، يعتبروا هؤلاء ضحايا حرب. حتى وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية قالت ليش؟ لأنه هذا من الأول كنا نقول إنه الموضوع مش موضوع هون، موضوع إنه في ردع تهشم، وزن اللي صار بسبعة أكتوبر بعدين ببين أكثر، تهشم الردع الإسرائيلي. في 1500 مقاتل من حماس سيطروا على غلاف غزة في غضون 60 دقيقة. صحيح. ولو الأمور تتطور أكثر وتكون في أمور تانية، كانت الأمور اليوم عم نشوف قتال ما زال هناك. أنا بعتقد يعني أنا أعتقد بهذا الجانب، بس كان في شيء لو الأمور تكون أكبر، عم بحكي أنا، وأوسع وأشمل ومنطقة، كانت حماس دخلت 10,000 مقاتل، هو كيف بدك تخلص منه؟ على أي حال قديش بدك تقتل؟ كنت معظم المستوطنين اللي قتلوا قتلوا بالنيران الإسرائيلية وليس بالنيران المقاومة. على أي حال إذا الموضوع إنه الخلال اللي سرب سرب مساء أيضا فجر هذا اليوم بعض الأمور عبر إحدى القنوات، واضح إنه في دقة جدا بمحاكاة المراحل الثلاث، أو حتى إن كانتا مرحلتين، إنه كيف ستتم الأمور. يعني واصلين إلى حد الحديث عن المعدات اللي تدخل إلى قطاع غزة، إنه المقاومة تمتنع على عن إنه الآن إعادة ترميم بنيتها العسكرية والمواقع العسكرية. هذا ضمن الورق بسبعة، ما برجع بقول لك ب17/01 مطت موضوع الشباب من 8 الصبح النهار الاثنين ب 14 شباط كانوا بلشوا 14 عفوا اب بداوا العمل على الارض. يعني استاذ خليل انا بدي انتقل على الجبهه الجنوبيه، لكن كانت لافته التحركات في الجامعات الامريكيه، كيف تنظر اليها؟ هل شكلت ضغطا على الاداره الامريكيه ام انها تندرج في سياق الخطوات الرمزيه؟ ليك هم يحاولون إحباطه، وأعتقد إنه هذا التحرك سيتم إحباطه على المدى القريب أو البعيد أو المتوسط، متوسط تحديدا يعني بيتم إحباطه، لكن في على صعيد الوعي هذا الأمر سيترك أثرا كبيرا جدا. أنا أعتقد الدور الأساسي هو للجاليات العربية هناك، واللي هن مجاهدين أمريكيين يعني، ولكن أصول فلسطينية، أصول لبنانية، أصول عراقية، ومن بلاد إسلامية تركيا وغيرها وإيران. هؤلاء لعبوا دورا كبيرا مع الطلاب في تغيير، وحتى منهم اليهود. صحيح. طلاب اليهود اللي كانوا طليعة في هذا الحراك، بالتالي وفي أهم الجامعات الأمريكية. صحيح. يعني في بعض الجامعات كولومبيا فلوريدا هؤلاء يتخرج منها كل ناس من نخبة المجتمع. صحيح. بالتالي هذه هي النقطة على المدى الطويل. نعم سيتم الصرف، لكن يمكن القول أن طوفان الأقصى بدأ في قطاع غزة، في غلاف غزة، ووصل إلى واشنطن وكولومبيا، وصل إلى كل العالم. صحيح. أحيا القضية الفلسطينية والحماقة الإسرائيلية واستخدام القسوة كله، أوصل إلى أنه تكون هذه المسألة تساعد بشكل كبير جدا في إظهار المظلومية الشعب الفلسطيني. واليوم كثير من النخب أو حتى من الناس اللي في واشنطن وفي أمريكا بشكل عام يعني والغرب، يعني عندما يحصل هذا أمر أكيد سيشغل بحث وجوجل شو فلسطين، وشو يمكن بعض ما بيعرفش اسمه فلسطين لهذه الدرجة، فبالتالي هؤلاء سيبحثون، بالتالي على صعيد الوعي نعم ستساعد بشكل كبير. هلأ تؤثر أو لا تؤثر؟ إذا تم ربطها بالانتخابات ممكن، لأنه اليوم يضج الإعلام الأمريكي فيها، ممكن نعم يكون هناك تأثير، علما الآن في ازدواجية تعاطي معها من جهة دخول الإدارة الأمريكية وبايدن، من حقهم أن يعبرون عن رأيهم، ومن جهة أخرى بيصيروا الأمن ومعدات السامية، كانوا الساميون هم فقط اليهود، وهذا طبعا غير صحيح، في ساميون مسيحيون، ساميون يهود، حتى معظم اليهود اللي بفلسطين المحتلة هم ليسوا ساميين، أو الصهاينة تحملون الصهاينة، هؤلاء من بيأتوا من الغرب، يعني هم تبعون لحام وليس لسام. على أي حال هذا نقاش آخر. يعني خلينا ننتقل إلى الجبهة اللبنانية. وزير الخارجية الفرنسي كان قبل أيام في بيروت، هناك ورقة فرنسية لوقف إطلاق النار، من المنتظر أن يرد عليها الحزب. كيف سيرد حزب الله على هذه الورقة برأيك؟ بتوقفوا بغزة ويبدأ الكلام. لماذا إذن فرنسا مثل ما المرحلة الماضية يعني مرحلة تفجير المرفأ، إجا ماكرون على لبنان رفع شعار
عقد سياسي جديد يعني ينصف الطائف وخلصت بحكومة مهمة حكومة مهمة مش مفهوم شو هي، لأن الأمريكان قالوا له حدودك هون. لك حزب الله ليس طارئا على السياسة وعلى فهم الأمريكي، يعني حزب الله يعرف أنه الرابط بالموضوع هو الأمريكي، وعندما تحين الأمور سيأتي الأمريكي، لا الفرنسي ولا الورقة الفرنسية ولا ما تتضمنه الورقة الفرنسية. اثنين سيرفض الحزب، حتى كل ما مش قصة يرفضها، يعني الحزب أنه بيقول لهم بعد غزة، ما الحزب ما عم يحكي بس توافق، قال انه تسلم الحزب للورقة، ما في مشكله بتسلم، في ناس قعدوا معه بالفرنسيين قعدوا معه بالمباشر يعني هلا، نعم. مش انه والله انه في ورق مش بحاجه لورق، من بيقعدوا معه يعني. الفكره هي انه اللي انحكى بالاعلام انا شفته وقريته، انا صراحه يعني صدقا استسخفته كثيرا، لانه الواقع اللي على الارض ما انت عم تطرح شيء اصلا على الارض الاسرائيلي تحت الضغط، مش شو بدك بعنترياتهم والغارات اللي بيعملوها تدمير البيوت، فانت جاي تطرح لي مسائل وترتيبات ما سخيفي يعني، ليس لا يمكن التوقف عنده كثيرا يعني بهذه المسألة. استاذ خليل، انا مش عم حاول يعني انه انا بعطيهم ما يستحقون. ماكرون كان يريد تشكيل تحالف دولي لمحاربه حماس وقال الارهابيين في المنطقه قوى المقاومه، اليوم جاي تجيب لي ورقه شو اللي بدك تجيبه؟ شوف بدك تطبق 1701 تروح وخلي الاسرائيلي يطبق، الاسرائيلي لن يطبق الاجزاء التي تتعلق به تحديدا بموضوع الخروقات الجويه والتجسس والاعمال، لانه بيعتبر في تهديد لامنه، تمام؟ بالتالي المقاومة لن توقف ما تقوم به، الالتزام يقابل بالالتزام. اثنين، أهم مسألة أنه مش أنه سنعالج، هلا بالصحيح عم بيقولوا بدأنا أنه قد نقدم على تقديم أنه موضوع معالجة النقاط، مش معالجة بكون تنسحبوا من النقاط، هو اللبناني وأنتم معترفين أنه اللبناني وأنتم عم تحكوا عن ضرورات أمنية بكون تنسحبوا منه. اثنين، والبيوان بده تنحل، والغش مال الغجر او خراج بلده المالي بده ينحل، موضوع مزار الشبع يجب ان يكون هناك حلا له، غير هيك لا، ما في، ما بعتقد حدا بيقبل. اليوم في فرصه، وتشوف شوف عملك طوفان اقصى، مش بس حرك كمان هاي المساله، دخول مقاومه على لبنان اليوم صار جديه، موضوع مزار الشبع علما هو يعني بالنسبه له ايضا له بعد امني كبير جدا، اتصاله بالجولان وطبعا هذه التمد والتموضع اللي موجود له هناك، لكن انه هيدول اللي بدهم ينحلوا. ومن المهم جدا، وانه انا شخصيا لفت لها منذ يعني بدايه الحديث عن عوده سكان الشمال، كنت دائما اقول على الاعلام بشكل واضح انه اليوم يجب ان يقال للوفد عوده سكان الجنوب وامن سكان الجنوب. جينا لمرحله طبعا مش انا السبب اكيد ولا كثير من الزملاء الاعلاميين السبب، بس نحن وجبنا نصوب على هذه المسائل ايضا كمان. إجا هوكشتاين اللبناني يقول عودة السكان الإسرائيليين بين هلالين طبعا مستوطنين وكلهم مسلحين، وعوى الأمن لأهل الجنوب وعودة العال جيد جدا. شوف لوين وصلنا، كنا عم نتقاتل بالكلاشينكوف، اليوم عم توصل تفرض معادلة مثل ما قلت لي أمن وازدهار. هناك تصعيد ميداني لافت للمقاومة وتحديدا بعد عملية عرب العرامشي وما تلاها من عمليات، ما أسباب هذا التصعيد من قبل قيادة المقاومة برأيك؟ في جانبين، الجانب الأول اللي له علاقة عرب العرامشي عكا، هيدا له علاقة بالاغتيالات، أحكي لك عنه ونحكي الثاني. الاغتيالات الإسرائيلي اختال عدد من القادة الميدانيين، من ضباط الميدانيين في المقاومة، القادة الميدانيين في وحدات معينة، كانت المقاومة ترد ميرون طبعا وزن نوعي، لكن الإسرائيلي لم يرتدع أمام هذه المسألة، وكان يأتي يوف جالانت ويشف شخصيا ويقول نحن من متصدين إلى ملاحقين لهم. كان المقاومة يجب أن تضع حد لهذه المسألة، ذهبت إلى تصعيد الضربة، أولا ضربة عرب العرامشي ضربة أمنية، اثنين قتل محقق، ثلاثة مركبة استخدمت فيها تكتيكات عسكرية، النقطة الرابعة هدف لا يمكن إخفاء الخسائر فيه، لا يمكن بداخل عرب العرامشي لا يمكن إخفاء الخسائر فيه. الإسرائيلي فهم الرسالة بالدرجة الأولى، لكن حاول أن يلتف عليها ويحاول أنه يعني هو درس الرد المقاومة، أنه هيدا حجم الرد فبيعمل تدابير معينة، هو ذهب إلى اغتيال بعدلون. بعد ساعة ونصف من اغتيال عدلون حصلت العملية في شمال عكا، العملية في شمال عكا بالبعد الأمني وبالهدف الذي تم استهدافه وبالكشف الاستخباري للهدف من قبل القوم اللي كان استهدافه وبالطريقة، لأنه بعد ساعة ونص والوقت والطريقة كانت عملية أكبر من عرب العرامشي بدرجات عالية جدا، وكانت تحمل دلالة مهمة جدا. كأن المقاومة كانت تقول له عرب العرامشي تبعد عن حدود 4 كيلومتر، شمال المنطقة اللي حصلت فيها بعكا 14 كيلومتر، الاغتيال المقبل
يجب أن تزيد هذه المسافة أيضا لمسافة 15، يعني ستقترب من حيفا بضرب أهداف نوعية وحساسة جدا. أنا أعتقد الإسرائيلي فهم هذه المسألة جيدا بدقة، لذلك خرج جالنت ماذا قال؟ هون شفت الانسحاب التكتيكي كيف بيكون، أو محاولة تقديم أنه هو مردوع، ما في يقول أنا مردوع، ونحن اغتلنا نصف قادة حزب الله في الجنوب، هذا أمر مضحك يعني، والنصف الآخر مختبئون، ما كمل، ما قال شيء بعد هيدا الكلام. بالحديث عن شو معنات هيدا الكلام؟ نعم. أنه الإسرائيلي فهم الرسالة. طيب هلأ مراقب، هلأ يتم مراقبة الواقع، إذا غلط واغتال سيذهبون. الجانب الثاني اللي له علاقة بالغارات، هلا أنا بحكيك معطى، أنا ما راح أحكي هلا. الغارات اللي نفذها الإسرائيلي من الأربعين غارة إذا ذكرني، معظمهم كانوا على الحدود، من بعدها صوب عيطة وعمل هاي الغارات، يقوم باستهداف منازل لا علاقة، يعني معروف هيدي المنازل مستحيل تكون أصلا، مثلا أعطيك مثل، بين حولة ومركبة تحت في منزلين للناس بعتقد من آل شحيمي، تبعد عن الحدود، ما في عن الحدود، ما في، اذا بتقيسهم ما بيطلعوش 500 متر، قصفهم ودمرهم رغم انه طيب بالامس راح على يضرب مثلا الفيلا يتم تهديمه، لا هو يريد ايقاع خسارة، لذلك المقاومه في هذه النقطه خلال الايام الماضيه المرحله شفنا تكثيف عمليه صح. اهباط منازل في المستوطنات، يعني هي هذه النقطه مقابل هذه، في البعض يقول علما هذه المنازل يتم استهدافها، المقاومه تضرب عصفورين بحجر، اول شيء هي تتموضع فيها جنود، اثنين تعمل على تدميرها على خلص. هناك وجهة نظر تقول بأن الخسائر في الجنوب تفوق تلك الخسائر في المستوطنات، وأن الدمار في بلدات الجنوب الحدودية تفوق تلك المستوطنات، ما تعليقك على هذا الكلام؟ أمر صحيح يعني، ما لا نخفي هذا الأمر، ليس أمرا مخفيا يعني. يعني هل حزب الله يخوض معركة عسكرية خاسرة هكذا يقول؟ ما هي الحسابات مش هون، الحسابات أنه الإسرائيلي شو عنده، شو حقه، نحط على الضغط من 7 أو 8 أكتوبر لليوم ما عم بيقدر يطلع منه، عنده مشكلة بإعادة المستوطنين، عنده مشكلة بالبعد الأمني، عنده مشكلة إذا بده يوسع المعركة شوي ما بيعرف، لا يعرف إلى أين يمكن أن تذهب. السيد نصلق قال له بلا سقوف وبلا ضوابط، عنده مشكلة بعد الرد الإيراني إنه إذا هذه الموجة خرجت من لبنان لن يتم التعامل مع 10% منها، 90% ستصيب أهدافها، عنده كثير مشاكل إسرائيلية. إذا الحسابات ما نحسبها حسابات مادية نحن ما انتصرنا بحرب تموز، وإذا ما نحسبها بالحسابات المادية الثورة الجزائرية اللي قدمت يعني الأرقام متضاربة في حديث مليون في حديث عن 4 مليون لم تنتصر هذه الثورة، حتى الثورة الفرنسية مش قدموا تضحيات، معناتها التضحيات هذه إنه خسارة تعتبر، كثير من الثورات اللي حصلت قدموا المقاومات تقدم دائما تضحيات، والإسرائيلي عنده قدرة تدمير وعنده هذه المسألة، لكن إذا الأمور تحسب من هذه المشكلة بعتقد أنا بكون أنا إذا أفكر فيها حتى بعتبرها أنه أنا عندي خلل بالتفكير. الموضوع مش هون، موضوع كقوى مقاومة تقوم بإحباط أهداف الإسرائيلي وتضعه أكثر تحت الضغط وتوسع من المأزق الأمني له وتعزز تهشيم الردع لديه. بلبنان بتحدث عن توازن ردع، ليش؟ من في ردع، مقاومة رادعة بمكان معين، لو المكان المقاومة مش رادعة الإسرائيلي كان بغير بيضاحي، شو بس في ردع بغير وبيعمل وبيوقع خسائر وبيتقصد قتل المدنيين، هو يتجنب قتل المدنيين، يمكن هو يتقصد بأنه كان عنده عندما اغتال الشهيد حيدر على الدبس كان يريد اغتياله بأي شكل بالنبطية، فهون هو تجاوز أنه لو في مدنيين بده اغتاله لأنه يريد أدماء، يعني هذا الشخص من مثل كثر في المقاومة الإسلامية، هؤلاء مش تقولوا أثقلوا جراح الإسرائيلي سواء بهذه المواجهة أو خلال السنوات الماضية أو حتى منذ القدم، يعني هول عمر العمر، بالتالي لكن هو عندما دائما يحاول تجنب المدنيين، ليش؟ لأنه بيعرف هذا لا وحساباته، إذا ذهب إلى مكان معين وأراد قتل مثل ما عمل ب 2006 بقانا للضغط على المقاومة، العمل ب 96 والعمل مجزرة الشيح أيضا من 2006، هو يعرف أن المقاومة ستذهب إلى عملية قتل مستوطنين ولن تضرب عند الحدود، ستضرب مستوطنات مليئة بالمستوطنين وهي قادرة. سنتابع هذا النقاش لكن سنتوقف مع فاصل قصير، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعود لاستكمال الحوار مع الكاتب السياسي والصحفي خليل نصر الله. أستاذ خليل، يعني التطورات في جنوب كبيرة، لكن البعض يسأل هل خيار الحرب الشاملة والواسعة أصبح مستبعدا وأننا سنبقى ضمن قواعد الاشتباك الحالية؟ هل نحن باشتباك؟ نعم، ضمن الاشتباك في ضوابط عندما يتم تجاوزها أحيانا ترتفع تقل صحيح. ترد المقاومة.
حكيك تحليل منطقي. بعد الرد الإيراني كمان انخفضت كثيرا احتمالية أن تذهب الأمور إلى تصعيد، لأنه شوف الرد الإيراني كان عبارة عن أنه بمكان معين الإسرائيلي صار يفكر بجنوب لبنان أكثر، يعني أنه في مشكلة عندهم بهذه المسألة، أنه دفاعاتهم فشلت، دفاعات الأمريكية فشلت في اعتراض الصواريخ البالستية. طب هذه الموجة إذا إجت من لبنان ما الذي سيحصل؟ اثنين، الحرب مع لبنان ما بتقدر، حضرتك قبل قليل وكتار حكيوا أنه طول المدة بغزة بيقدر يقاتل 6 أشهر وسنة، تمام، حسب الكلفة. اللي عم يعمل له ضغط اللي مخليه ما يضل هالقد ويزيد هو أنه في ضغط جبهات إسناد، صحيح، في احتمال تصعيد. أنا ما بستبعده بشغلة واحدة بس، إذا الإسرائيلي فقد عقله، هلا هو عم يشتغل عقل أو ارتكب خطأ تقديري كبير، ممكن تروح الأمور لرد ورد ورد مضاد تصعيد، ممكن بعدها تروح. الحرب الشاملة كلمة كبيرة، بس أنا بقول لك الحرب مع لبنان، وعلى تلفزيون لبنان بدي أقول هاي فضل. الحرب مع لبنان أنا على طول بقول إنه هي حرب بالمنطقة نتيجة معطى واضح مبين، بس بعتقد أنا الحرب مع لبنان ستشتعل كل المنطقة وسيشاهدون يمنا مختلفا عما يشهدوه الآن، وبعتقد حيكون الأمور أوسع من النطاق بكثير. وبعد الرد الإيراني منحط حساب الإيراني على الطاولة، يعني هاي الحرب الشاملة، هاي لا الأمريكي يريدها ولا أحد يريد، أنه بيعرفوا المصالح ستنضرب، وهذا له تأثير على كل العالم شرقا وغربا، وتحديدا الأوروبيين سيدفعون ثمنا كبيرا جدا بالتجارة وبالنفط وبالغاز وبكل هذه المسائل وبالبدائل بشرق المتوسط وقبرص وغير قبرص. على أي حال، اللي بعتقد أنا أنه بالحسابات المنطقية حتلا بعض الأمور بالحدود الدنيا لاشتباك اللقاء، لذلك أنا أستبعد أكثر من أي وقت مضى إمكانية الذهاب نحو التصعيد إلا إذا في جنون. الإسرائيلي سيسمح بهذا الجنون؟ عفوا، الأمريكي سيسمح بهذا الجنون؟ هو الأمريكي شوف مثلا لما حصلت موضوع الاستهداف القنصلية الإيرانية وبعد رد الإيرانيون، قبل ما يرد الإيرانيون كان يتحدث لويد أوستن وزير الحرب الأمريكي مع وزير الإسرائيلي، يقول نحن يعني تحدثت مع وزير الحرب الإسرائيلي لأنه عندما يحصل شيء من إيران، أنه يحصل رد إيراني أو شيء ما، أن يكون هناك تنسيق أمني بيننا. هو الواقع عم بيقولوا لهم الحسابات بعد الرد الإيراني نحن، وتبين أن الأمريكي اللي صار يعني اللي هو اللي شغل إسرائيل كانت حدا فريق فوتبول عمره ناشئ كان بالموضوع اللي صار، لأنه موضوع أكبر، وأنه إسرائيل بعتقد خطأ التقدير ما كانوا متوقعين رد إيراني يكون بهذا الشكل، أو لعندهم أبدا ما كانوا متوقعين. إذا الضابط الإيقاع الأمريكي حتى الآن مبين أنه هو يضبط الإيقاع. شوفوا بمرحلة معينة لما ما قدر يمنع الجبهات أن تقول حاول يضبط التصعيد بالمنطقة وفق أمور تناسبه، أيضا بهذه النقطة فشل، لأنه هو لم يحقق ردعا في اليمن، بل الأمور تطورت وأدخل السفن البريطانية والسفن الأمريكية في دائرة الاستهداف، فبالتالي أيضا عنده مشكلة بهذا الجانب. أعتقد هم يتجنبون هذه المسألة. والحرب الشاملة حرب مدمرة على الجميع، نكون هيك واقع، يعني انه الكل سيدفع ثمن، يعني سيدفع ثمن ونحن ايضا تكون كبيره جدا. لذلك انا اعتقد انه هي مستبعده الان. هلا صار في شويه تصعيد مع لبنان بحدود معينه هيك بزياده غارات بهاي المنطقه اللي بنشوفها، هيدا عم بيتم الرد عليه. بس لما تروح الامور لا، انه والله انا بدي استهدف اهداف نوعيه بلبنان، وروح لا، المقاومه سترد بهدف نوعي وفي اعماق ومثل ما قال السيد بدون سقوط بدون ضوابط. عندنا ببلش نحسب قديش الامور، بس بعتقد انا الحرب مع لبنان لا مستبعده الى حد ما، يعني انا لا اكون مطمن، ما بستبعدها من جنون اسرائيلي. لا بقول لك بتضلك بتحطه هذا الاحتمال موجود، صحيح، وارد، وممكن تطور معين فجاه خطا ما يؤدي الى خطا تقدير يؤدي الى هذه المساله، لكن حتى الان مش واضح انه لا في قرار انه نحن نذهب الى حرب مع لبنان كقرار عسكري، مش واضح انه موجود عند الاسرائيلي، لانه هو بحاجه للاسناد العسكري الامريكي، مش بحاجه انه امريكا تقول له روح عمان ضرب لبنان، لا، يريد اسنادا عسكريا امريكيا ومشاركه، وبالتالي دخول الامريكيين سيعني ان كل قوى المقاومه بالمنطقه نتيجه وحده الساحات ستتدخل. بالحديث عن وحده الساحات، انا بدي اعطيك نقطه كثير جوهريه، تفضل بتساعد حتى المشاهد على فهم هذه المساله. هوكشتاين باخر زياره له على لبنان كان جاي يسال عن نقطه واحده، شو هي؟ شو بدك بكل هيدا النقطه؟ شو هي؟ كان الجو بغزه نحن رايحين لهدني شهرين. اذا رجعت الحرب بعدين بترجعوا بتفتحوا الجبهه؟ قالوا له ايه، فل خلص اخذ الجواب. لذلك هذا الحرب مع لبنان ستشتعل الجبهات بشكل شفتوا اللي بتشوفوا هلا، هذا سقف منخفض جدا، يعني حيكون ستشتعل بشكل اكبر.
استاذ خليل في حال شن لانه الحرب مع لبنان ستقراها قوى وهي تقراها كذلك قوى محور المقاومه ومحور المقاومه وايران والكل في المنطقه وحتى سوريا وسيقعنها قرار امريكي وبالتالي امريكا سيدفع ثمن. لذلك انا اقول لك الحرب مع لبنان ستذهب الى حرب شامل لانه سيعتبرون هذا قرار امريكي. خلص انتم فتحتم حرب علينا، عم تحكي حزب الله. في حال شن العدو عملية عسكرية في رفح، هل تتوقع أن يقوم حزب الله بتصعيد في الميدان ليقابل هذا الهجوم؟ ممكن يصير نوع من التصعيد، لكن مش حسب الظرف اللي موجود هناك، لأنه المقاومة بلبنان على اتصال دائم بالمقاومة بقطاع غزة، مش مقطوعة على الخطوط، يعني الأمور واضحة. فبالتالي ممكن هذه المسألة يصير نوع من التصعيد، بس حزب الله يصر على عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، لكن إذا ما طالت هذه المعركة لأشهر طويلة، البعض يحكي أنه حنفوت على 2025 والحرب في غزة ستستمر، هل لبنان بكل مشاكله الاقتصادية والمالية قادر على تحمل أعباء وتكلفة هذه الحرب أستاذ خليل؟ هلا شوف، أول شيء لبنان ما عم يتحمل أعباء كدولة، ما عم يتحمل شيء، لكن الخسائر الدمار القطاعات. طيب، مثل بسيط هيك جدا جدا يعني، وشي حصل من 78 لل 2000 الجنوب محتل وعمليات، وكانت عمليات يوميه، وكان الاسرائيلي غير بالضاحيه، توقفت مسيره الدوله يعني مثلا. بالعكس من 92 يعني بس او 93 لما 92 يمكن لما رئيس الحريري استلم الحكومه الى 97 كان ذروه الاستثمارات بلبنان. صحيح والله صحيح. والاعمار، محطات الكهرباء والطرقات والبنية التحتية وبيروت وقلب العاصمة، يعني كانت بالجنوب هذا الشيء مؤثر؟ ما أثر هذا الشيء. أنا شخص بحب أطلع دايما عن التفاصيل اللي عم نحكى فيها هون شوف مثلا النازحين السوريين حزب الله، ما أنتوا فتحتوا لهم الباب، شخص حزب الله. طيب، النقطة الثانية مثلا أنه بتجي بيقول لك البعض بلبنان أنه مثلا أنت أخذت القرار الحرب والسلم. حبيبي، قرار الحرب والسلم عند الإسرائيلي، وحتى بفتح جبهة الإسناد على قطاع لقطاع غزة، جبهة جنوب لبنان، هيدي كانت أيضا بجزء كبير منها دفاعا عن لبنان، لأنه الإسرائيلي طلعوا اعترف نحن ب 10 أكتوبر كنا حنعمل حملة ولوقفنا. حتى نتنياهو كان متردد، بس هاليفي وجالنت كان بدهم إياه نطلع نعمل ضربة استباقية موسعة بلبنان، الأمريكان جنوا عليهم أيضا كمان، منعوا هيدي المسألة. فبالتالي بعتقد أنا العدوانية الإسرائيلية كانت بتحتاج فتح جبهة لبنان، وايضا في كثير من العوامل. بالتالي هاي المسائل اللي بنحكى فيها مش مبنيه على وقائع، مبنيه على نكد سياسي. هلا فيهم ينكدوا قد ما بدهم مقوال، انا بعتقد اليوم حزب الله ما عم بيرد على حدا بهيدا الجانب، وكثير يعني انا ضد حتى اعلاميا الرد على هيدي المسائل يعني. خلص، تحدثت كثيرا عن الرد الايراني، هل انتهت المواجهه العسكريه المباشره بين ايران والعدو وعدنا الى المواجهه غير المباشره؟ ليك شوف، اول شيء هيدا رد، يعني ما فينا نسميه مواجهه. في واحد اجى ارتكب خطا بالتقدير، اجى الثاني ضربه. نعم، أقول لك إياها بشكل هذاك. في واحد شاف الإسرائيلي شو كان هدفه من الرد؟ كان هدفه استدراج إيران إلى الملعب، لكن وفق منظوره هو بيعتبر أن الأمريكيين موجودين بالملعب اليوم، البريطانيين باليمن، وأيضا أنه بيقدموا الأمريكيين هؤلاء عندهم غيرة على لبنان وجمال لبنان والجيش اللبناني وغيره، خدمات استخبارية ومعدات وضعت بإيد الإسرائيلي لا توصف للآن تعمل معه يعني. تمام؟ طيب، والكل وحزب الله موجود، والكل والإسرائيلي موجود، والمعركة عنده الإسرائيلي. المعركة اليوم مش بقلب دمشق انت قاعد بالجنان تتفرج، لا، عندك. بالتالي هو شايف الإيراني مرتاح وقاعد برا، بده يفوته على الملعب. طلع الإيراني محمي ونزل حط جول، طلعوا من الملعب، ما فيك يعني. اللي صار هذا اللي صار حقيقة، هيدا هو الواقع اللي صار قدام الكل. وبرهنت إيران عن انه ما تقوله، وانهت الصبر استراتيجي اللي هو كان تكبيل القوة، رد عمليات أمنية، ضرب سفينة بالبحر الأحمر، شغلي هون. تمام، بس وضرب عمان، هذا الاول. هيدي القوه اللي كانت مكبله حررتها، مثل ما انهت الصبر الاستراتيجي مع الامريكان وردعتهم بعد ضربه عين الاسد، انهته مع الاسرائيلي. بنقطه على اول السطر، حسابات بالمنطقه اليوم هي من هون بتنطلق، ما عادش تنطلق من قبل. المنطقه لوين رايحه استاذ خليل؟ هل نحن ذاهبون الى توترات اضافيه ام الى تفاوض ايراني امريكي قادر على تنفيس طويل. الاجواء؟ لا، حتى لو صار تفاوض ايراني امريكي مش مرتبط بهيدي المساله. ليك، في بعد عقائدي شئنا ام ابينا عند اثنين، عند الأمريكان والإسرائيلي في بعض عقائدي وديني، وفي عند الجانب الآخر سنة شيعة، كلهم في بعض عقائدي بالموضوع. اليوم لما بقولك معادات السامية، شو هي؟ تلمود عم يحكي هذه الأرض يجب أن نفعل كيت وكيت. هذا الصراع طويل وسيستمر، وأمر واضح جدا أن هذا الصراع سيستمر. شو جولاته بالمراحل المقبلة؟ هذه المنطقة لن تهدأ، وفي شيء بالمنطقة اسمه الكيان الإسرائيلي، وفي شيء اسمه الوجود الأمريكي غير الشرعي. إلى متى؟ يعني اليوم بسوريا،
انا برايي انه ليك اذا مش هلا يمكن مش صارت مستبعده بس لبعدين لابد من حرب شامله. ما بتنتهي الا هيك. بحكيها هيك بشفافيه ووضوح. ما فيك انت هلا يمكن تصير ظروف معينه والاسرائيلي تفك فيك بدون حرب شامله. ما شاء الله هيك بصير، وهذا على فكره احتمال حقيقي وواقعي. وهلا بعد 7 اكتوبر من ليك بدنا ننطر شوي بس لنشوف شو التبعات اكثر بدها تكون على الداخل الاسرائيلي وعلى المستوطن وعلى غيره. لكن بعض بيعتبر هذا الكلام امنيات. ما هن ب 82 لما حزب الله كان قاتل والقوى المقاومه فصائل والجبل الوطنيه وكلهم يعني فصائل المقاومه كلها بلبنان كانوا يقولوا انتم بدكم تحرروا الجنوب، اسرائيل هاي حرروا الجنوب. انتم بدكم تحرروا لسه حرروا القدس يعني مش هالازمه يعني. ويوم في وحدة ساحات اليوم الأمور مختلفة تماما. برجع بقول لك موضوع النكد فيه نقوله اللي بدهن اياه، ما هلا ليش شوف اني بس تعمل الشغلة بصير يسخفوه. هسا إيران بعثت مسيرتك بعد واحد طالع هذيك المرة المفروض إنه وازن بيفهم يعني وازن نائب يعني مش حدا بقول لك هون مثل بنلعب فيهم على البحر، إذا هي المسيرة حبيبي ما عيب هذا الكلام إنه شفت المحادثة صيف إنه هل قباله عم يضحك له أو قباله عم تضحك له، طلعت أنا يعني شفت المقطع إنه شو عم يحكوا انه انتوا عم تغشوا الناس حرام عيب. امريكا اللي بتحسب الرد امبارح الصعيدي تعرفش بتقول تنقل عن مصدر انه الدفاعات الامريكيه فشلت في اسقاط صاروخ. اسقطت صاروخين من اصل 8 صحيح. طيب هو الست صابوا وين عم تحكي عن نفاتيم او نفاتيم يعني هي القاعده اللي فيها طائره صهيون في المهم القواعد طائره صهيون هي فيها المكتب الرئاسي وهو اللي بتطلع بالجو بيدير منها عمليات نتنياهو اللي بيكون رئيس وزراء. اذا انت عم تحكي عن ضربي بهذا الحجم طبعا لك سيارات الامريكان والاسرائيلي بعد ما بيحكوا باعتداداتها ما قدر الاسرائيلي بلعها الامريكاني حسب من عنده يطلع عم تغشوا الناس اللبنانيين بهذا الشكل. بالعكس انتم اليوم بعد اللي قالوا هاي خليني هيك ليك انا ما بدي اقول انه في بلبنان اصوات اسرائيلي انا كنت اقولها وبعد بدي اقولها بس انا هلا ما بدي اقولها هيك. انا بدي اقول التالي في واحد اسمه افخاي ادروعي وفي مسؤولين اسرائيليين عم يطلعوا يقولوا في بلبنان ناس رافضين الحرب، في لبنان ناس نائمين على حزب الله، انتوا كلبنانيين وكونوا بالدستور عدو وانتوا بتقولوا انه اسرائيل عدو، بس تسمعوا الاسرائيلي عم يحكي هيك لازم تغيروا حكياتكم. طيب ليش ما عم تغيروا حكياتكم؟ ليش مكملين؟ ليش عم تعملوا حالكم مش سامعين اسرائيلي؟ هول عم يحكي فيهم اسرائيلي انا ما بدي لك التعليمي من مين؟ يعني عفوا انه والله اكيد من الامريكان يعني هي معممه يعني بس سالونا امريكان احكوا بس انا كانوا عارفين النتيجه مش هيك، خاصه كانوا مسلمين. عارفين وفهمنين ومقتنعين انه موضوع مثل ايام الترسيم يعني معروف كلمه السر انه مين اللي بيشعل ومين اللي بيبطل اللي امن ورقه القوه كان عم بيقول لهم بس شو بتوافق الدوله انا بمشي بس لتوافق الدوله طب في مجال ما تعمل لا 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 ما يردوا لا توافق الدوله اللبنانيه واذا الاسرائيلي ما عمل انا بقول لك بوقتها كانت الضربه الثانيه ما حتكون بكاريش ما بعد كاريش ما كانوا حيضربوا جاك خلص ما بعد كاريش ضرب باسوي لو بدها تولى حرب لانه انت عم تقاتل على الحق اللبناني وبعتقد انا لا حاولوا بعدين بعض يطلع لك 29 وهني هول هول مع الامريكان بيشتغلوا بالسفارات وبيجيب لك 29 يا اخي انا وخليني واقعي انت بعمركم ما حكيته اخذنا 23 وحبه مسك طيب جيد جدا هلا الامريكا عم بيماطل كمان هيدي السيد اتطرق لها ما كانت عابره وفهموها الامريكان وفهموها هوكشتاين وفهموها الكل خلص حنخلص من هذا الموضوع ان شاء الله بنصر كبير جدا وبتشوف شو بده يصير بموضوع الترسيم بموضوع توتال تحديدا وضمن الحكومه اللبنانيه اللي قاعده بالتصريف انه توتال بده يلتقى لحل يا بتشتغل فرنسي وبتشتغل مصلحه يا اذا بضل يشتغل امريكاني بلا المساله يعني بتتلزم شركات غيرهم لو بدهم يزعلوا لو بدهم يعملوا الامريكاني يخطوا راسهم بالدنيا ليك حتخرج بقوه ردع اكبر مع الاسرائيلي ولما بتضربه حتضربه باسوي كمان بس هذا الموضوع ممنوع يستمر وهذا الكذب انه ما في غاز وفي غاز ماني لازقين ببعض الحقول ما مبيني يعني انا ما بفهمش بالجيولوجي يعني في قرار سياسي واضح من قبل توتال خضع لضغوط سياسيه مش خضع توتال جزء كثير منها كبير للامريكان ليك اعطيك مثل هون له للبناني يسمع باليمن بتشتغل توتال بتشتغل شركه الفرنسيه بتعرف شو عملوا اليمنيين لما بلشوا عمليات وقفت موضوع وقفوا العمليات مع السعوديه وصار في تفاهمات معينه لما بدك تدفع مرتبات قال لا اوكي منعنا بالثروه اليمنيه مين اللي بيستخرج من الحقول بحضرموت وغيرها الفرنسيين جزء منها توتال صاروا يتوسلوهم لصنع لهلا ممنوع تطلع بواخر النفط تنضرب الا باذن يمني هول توتال والامريكان تضرروا بوقتها طبعا عم يدفع ثمن اوروبيين هول بيروحوا على اوروبا بس تستخدم القوه كله بده يرضخ كمان توتال بتقدر تلوح لها بالقوه والمقاومة لبنان قادر تلوح بكل كثير من هالمسائل هذا الموضوع بده له حل بس ليعرف البعض انه شو عم بيصير بكره بس تقطف لك وبتضلكم تحكوا هيدي اللغه البعض انا بعتقد الشعب اللبناني ان شاء الله
بمختلف اطيافه، الامور صارت عم توضح اكثر له، بكره بيقدر يميز الحق من الباطل، وما فيك تضلك تغش الناس الى ابعد المدى. عم وقت الترسيم حتى الجمهور الخصم صار يقول تخبي عم بهذا الزلمه حيفتح حرب على السيد حسن كرمال مصلحتنا وغازنا ونفطنا. في قيادات صارت بدها تلملم ناسا. انا كنت عم شوف ناس اول مره بتحكي هيك، خيي انا في واحد خصم بعرفه صديق قال لي خيي ما حسيت بعزي خصم تحت هيك انه خان جيد انه طب ايه طب انا خيي مش عم بيقاتل لا كرمال عم ايران ولا خيي عم بيقلنا تشوف انت شو معبئين الناس انه كرمال النفط والغاز. بعتقد هيدا كمان ما صار، هيدا من النتائج كمان اللي نضيفها بنقطفها بعدين. قدموا كثير اغراءات على فكره رفضتهم المقامي، هيدا قدموا فيه اغراء بتوقفوا جابة لبنان منحرك هيدا الملف، بتوقفوا جابة لبنان بنعطيكم هون وهون، بتعرف حزب الله كلمتين بيدفنش يمكن هي كلمة، بتوقفوا بغزة وبنحكي. نعم. قد ما بدك بهيدا الشأن. أستاذ خليل، أزمة النزوح ما اللي بدنا نتطرق لها، يعني أزمة كبيرة جدا. اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية يرافقها الرئيس القبرصي زاروا بيروت من أجل حل مشكلات الهجرة غير الشرعية. يعني بضعة آلاف أحدثوا مشكلة لقبرص، لبنان يستضيف ملايين النازحين، أكثر من مليوني نازح، كيف يمكن معالجة ملف النزوح السوري؟ هلا هو إذا الملف عند الأمريكان هن اللي يتحكمون به، كيف؟ من ألفه إلى يائه، يضغطون به على الدول اللي تستضيفهم، يضغطون فيه على الشام. هلا الشام مرتاحين، مش إنه متضررين من المسألة لأسباب كثيرة، لأنه هن فاتحين الباب للي بده يرجع، واللي ما بده يرجع يعني ما فيهم يقولوا له شيء، لانه بالنهايه بتعرف انت هذا الملف اللي مفتوح. مش معناتها السوريين متواطئين ابدا، بالعكس من مصلحتهم هن يرجع الاقتصاد لبلدهم وانتعاش، عندهم مشكله اقتصاديه، عندهم حصار قيصر وعندهم وعندهم وعندهم، ومن الطبيعي الناس تفل من اي بلد في مشكله، يعني كثير من الناس تهرب، هذا طبيعي يعني تنزح طبيعي، وكان في حرب ما ننسى حرب دمويه يعني. بس صرنا هون ناسحين اقتصاديين مش ناسحين امنيين، يعني خصوم الحكومة السورية يقولون انا مع التالي السوريين الذين يؤيدون الحكومة السورية يجب ان يرحلوا الى سوريا. ما فيش تصنف الناس مين بيأيد ومين بيعارض، هذه سخافات من عم يطرحوا، اذا الاوروبيين عم يطرحوا السخافات هاي. انا برايي عندنا بلبنان شو الحل طيب؟ عندنا بلبنان المؤسسات الدولة والجيش وكلهم يفتحوا البحر، خلص ما تسكروه، بس اعملوا لهم ازمة للاوروبيين، اعملوا مثل اردوغان يا اخي، مش انت بتقول السيادة كتار بالبلد، شجعوا هيدا المسألة، خلي حسوا هني هونيك. بس اذا راحوا 4000 كبيرة للبنان الرسمي، ليش ما تخلوا لازم لبنان الرسمي؟ ما عم نقدر نضبطهم، شو عم تعطونا مساعدات لنحمي فينا، عم تعطيه لإسرائيل تصرف لها 23 مليار دولار عتاد دفاعي وأمني، 16 مليار دولار عتاد مساعدات أمنية، جزء كتير منها يتعلق مع لبنان، وجاي تقول لي انه خايفين على الكم كلاشن هو الام 16 وهو يعني شو خايفينين؟ عشو؟ لا اتركهم افتحوا لهم البحر، اتركهم اعملوا لهم ازمه للاوروبيين، اعملوا لهم ازمه. ما في حل الا هيك، هيدا عامل ضاغط، نعم، ومع الوقت ومع الازمه الاقتصاديه بلبنان كان عاملا ضاغطا. وفي يا خي بتعرف تذكر من المرحلة من المراحل، في كثير من الناسحين السوريين بالعوده الطوعيه ومنهم وترتبت او كان كودا اللي وقع بس بالامن العام، نعم صحيح. بتعرف انه في بعض الناسحين راحوا على سوريا وترتبت وبعدين رجعوا لقوا صعب جوفتوا على لبنان، عملوا ازمه كمان. صحيح. بعمل لك الموضوع كثير متشعب وكبير جدا، انا بعتقد تحمل مسؤوليه الامريكان. انا ما فيني لو نحن عندنا اراده وطنيه حقيقيه وبتحاكي المصلحه الوطنيه ومش هيدي الزواريب، لا كان لبنان عنده كثير من اوراق القوه ويستند على اوراق القوه اللي عنده بيفرض على الاخرين. وبيقدر يعمل اكثر من اردوغان، لان اردوغان مش متحرر، لانه هلا حتى قاعده انجرليك طلعت منه الطيران تتصدى للمسيرات، يعني بمكان معين هو ملتزم بما يريده الناتو، يعني هو ضمن الناتو، بالتالي عندكم انتم ورقه قوه، بس للاسف انت شايف الوضع، انا ما بدي فوت فيهم بالبلد. بديش اقول نص البلد، في ربعهم هودي اللي شو اسمه بيشتغلوا برا. استاذ خليل، انا بدي اشكرك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل الى ختام حلقتنا، شكرا لكم على حسن المتابعه.